حيت المشكل اللي كاين هو ملي كيوقع بعض الحالات كاين الناس اللي عندهم امراض مزمنه, كاين الناس اللي عندهم امراض عاديه, وكاين الناس اللي كي ربما غادي مازال غيجيهم امراض. ماشي حيت دار الجرعه صافي اي حاجه كنلصقها انا اللقاح, خاصني نربط ندير داك الرابط وندير واحد التشخيص وكتكون دراسه في داك الملف الطبي باش نقول واش هذا عنده علاقه مع اللقاح ولا ما عندوش علاقه مع اللقاح. لا حنا عارفين شنو هما اللقاح شنو كيقدر يدير في في في, في الاثار الجانبيه ديالو. كاين لقاحات اللي يمكن كيديروا واحد كيكبد الدم, هذا هو الاقصى اللي كاين عندنا بالنسبه اللي كيعطيوها لبعض اللقاحات, ما نضرش الاسامي ديالهم. ولكن واحد ملي كيكون دار اثار جانبيه غير مرتبطه بهذا ونجي نقول راه حيت دار اللقاح ودار كونسير او دار اللقاح ودار ايموراجي او دار, فبالتالي هذا ما يمكنش اي حاجه نربطها اللقاح. هذاك الشيء كنقول للمصدر شكون اللي قال راه بان اللقاح ماشي اي واحد ما عنده لا علم بالطب ما عنده لا شيء يجي ويقول بان راه هذاك الاثر الجانبي عنده علاقه مباشره باللقاح. نعم, وهذا زائد على انه الدوله كتحمل المسؤوليه ديالها اذا كان علاقه مباشره, فكتكون كتكون العنايه والدوله كتلتزم بانك تاخذوا التكفل ديالو كامل 100%, حتى ولو كان تكون اثر جانبيه كيكون التعويض على هذيك الاثار الجانبيه.